لا يمكن أن تأتي الأطراف النجاحات إلا عبر الأطراف والانفراج عبر الأطراف. وكاندريفا كاندريفا يسدد جول جول الانتر الانتر في أكبر المواعيد حديد في حديد الانتر يسجل حضوره ويفرح جمهوره الانتر يشعل النار في عز النهار بكاندريفا بفرحة رئيسه بصولات جمهوره النيراتزوني أكبر متحدي هدي 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 يا الانتر راك متحدي كاندريفا شوف السهولة في الاختراق دي جينيو يتحمل كل المسؤوليات كل العقابات المدمر انتر يدمر الحصون الميلانية بنجومه القوية هندس يا الانتر والعب لعبك جمهورك يدعم فيك في عز النهار ميلان يتعرض للدمار لا يمكن لنا وصف هذا الهيجان لجماهير جواو ميراندا جواو ماريو ايفان بيريسيتش ماورو ايكاردي بيريسيتش يا هدي الكروات يهرب ويحاول المرور يوزع جول شنو هذا لا 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 منظومة نيراتزورية نارية وقوية شيء كبير يا عمري شيء كبير يا عمري انتر الانتر يا متحدي هدي 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 يا الانتر يا متحدي الميلان في حالة ذهول الميلانيستا لا يملك الحلول هندس يا الانتر المدمر انتر ميلانو يدمر من جديد الحصون الميلانيستا ويعطي أسبقية ثانية لنجوم الانتر هدفان لصفر الانتر في أكبر المواعيد حديد في حديد بركان استاد جوسيبي ميانزا صمت رهيب يخيم على جماهير الميلان نهاية دراماتيكية لهذا الشوط الأول قلت لكم مشاهدينا الكرام الميلان خسر نهاية الشوط الأول قرأ أفكار المدرب فيتشينزو مونتيلا بتواجد مدافعين وكورة جول 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 الميلان يجنن الميلان يتسلطن الميلان يتفنن ميلان شعل النار في هذا المشوار الروسوناري يدمر الحصون النيراتزورية بهذه الكرة الرايعة والقوية في القائم الأول للوكاتيلي أوه الصمت الرهيب يخيم على الجماهير إما أن تصيب أو تخيب كرة إسبانية لسوزو أكيد مشاهدينا الكرام كرة بالراس غريبة جول جول غريبة غريبة جول هدف التعادل الميلان أشعل النار الميلان أشعل النار مع نهاية المشوار المستحيل ليس ميلانيستا المستحيل ليس ميلانيستا جول لسباتا في اليسار جابانو جول لكريستيان سباتا الكرة برمتها تجاوزت الخط النهائي للمرمى هدف فيها جول فيها جول مباراة جنونية مباراة الإثارة في الفنون جنون في درب المادونينا كل الرسوم غريب ولا غريب نهاية مشوار دراماتيكية على الفرقة